وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين، كما وجه السيد الرئيس بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غرفة عمليات المتابعة لمحافظات الجمهورية، حيث ناقش سيادته السادة محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر في سير الأعمال. كما أكد سيادته على ضرورة متابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة، مع التأكيد على التواصل المباشر مع المواطنين بما ينعكس على استقرار الأسعار. في الخمس محافظات اللي احنا عرضناهم على السادة في نموذج الاستشهاد معانا دلوقتي، يعني معانا السادة المحافظين في مراكزهم جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الأقصر. أولا بهنيكم على الشبكة اللي اتعملت ديت، وده دي نقلة حقيقية في قدرتنا على إن احنا يعني كدولة نبقى يعني شايفين كويس الأوضاع على الأرض وأجهزة كل محافظة وحتى مع أجهزة الدولة بالكامل، وده أمر حقيقي يعني يدعونا للفخر. عندنا سادة الإسماعيلية رقم واحدة. صباح الخير. جنوب سيناء. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. طيب. محافظة بورسعيد، أنا بس عايز أطمن على موقف توفر السلع والخضروات عندك في الأسواق دلوقتي. الحمد لله يعني عندنا مفيش إفارة كاملة على الأسواق، مفيش سلع موجودة كل سلع. لا أنا مش بتكلم هنا بس في الوفرة عادي، أنا بتكلم هنا في الأسعار عادي. مهم جدا جدا إن احنا نسيطر على، احنا بنقول للناس من حقها إنها تكسب، بس أنا عايز أقول في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها احنا بنتكلم في مكسب معقول عشان ما يبقاش ده عبء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها. ده أمر مهم، وأمر مهم إن احنا كمحافظة أو كمحافظات أو كحكومة إن احنا نبقى موجودين دلوقتي بكثافة عالية جدا في الشوارع وفي الأسواق حتى نطمئن إن الأمور ماشية بشكل مش هقول مناسب في ظل الظروف اللي احنا فيها. احنا مش عارفين الموضوع ده والازمه اللي موجوده بره ديت هتستمر قد ايه. بقول الكلام ده للساده المحافظين في الاسماعيليه وفي السويس والاقصر وفي كل حته، لكن انا بقول ده بظروفها دلوقتي مع الاتصال اللي احنا عملناه بالتجربه ان احنا بنشوف ان احنا نقدر كدوله نستطيع ان احنا نتواصل مع بعضنا البعض في المراكز اللي احنا انشأناها للدولة بالكامل في المحافظات بالكامل عشان التواصل المستمر، مش كده؟ لكن انا اللي يهمني في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي دلوقتي ان احنا نبذل جهد اكبر من كده للسيطرة على الاسعار في الاسواق. احنا موجودين عشان خاطر الناس. ماشي يا عادل؟ طيب اسمع لي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اسماعيلية يا فندم، أنشأنا المركز إدارة الأزمات في المحافظة وكذلك المركز الإقليمي لإقليم القناة وسيناء، وجهزنا الأطقم العاملة والأطقم حاليا شغالة على مدار الساعة. نفذنا خمس تجارب، ثلاث تجارب داخلية داخل المحافظة وتجربتين على المستوى الإقليمي. طب أنا هقول لكم برضو، قلت المحافظ بورسعيد إحنا محتاجين دلوقتي نبقى متواجدين على الأرض بنسب كبيرة قوي، يعني احنا كمسؤولين وماشي مشكلة ان احنا المواطنين توجه لنا يعني هنسمع من مين غير منهم او هم هيقولوا لمين غير لينا، وبالتالي نبقى احنا نبضهم في الشارع وشايفين الدنيا عاملة ازاي. واذا كان في جهد اكتر من كده في التواجد، انا بتكلم التواجد في الشارع والتواجد عشان ضبط الاسعار، لان انا شايف ان دي القضيه اللي احنا محتاجين
نضغط فيها دلوقتي. انا بقول الكلام ده لكل الساده المحافظين اللي بيسمعوني، وده ما يتمش ان انا ابقى انا متواجد بالفعل موجود في الميادين وفي الاسواق الرئيسيه واشوف الاسعار بكام والاسعار دي مناسبه ولا مش مناسبه، عشان احنا كدوله نتحرك. اذا كنا محتاجين نعمل تعزيز يعني للمنتجات اللي موجوده ديت، لان هو طول ما في وفره طول ما في فرصه ان الاسعار تبقى مظبوطه، والعكس انا مطمن على ان في تواجد للسلاح، مفيش كلام، سواء كانت السلع اساسيه او غير اساسيه، لكن انا مش بتكلم في السلع الاساسيه او في توفرها من عدمه، انا بتكلم في تكلفه السلع دلوقتي. وعايز اقول لكم على حاجه ليكم كلكم دلوقتي، زي ما قلت كده المحافظ بورسعيد، يا جماعه الازمه اللي موجوده ديت قد تطول شويه، ومعنى كده ان اثرها هتبقى موجوده معانا، فاحنا لازم نكون من دلوقتي شايفين ده وبنتعامل معاه، مش على قد اللي هو انك توفر دلوقتي او حتى تظبط الاسعار دلوقتي، لا، احنا عايزين يبقى النهارده عندنا تصور ان احنا تتوفر دلوقتي والشهور القادمه وضبط الاسعار دلوقتي والشهور القادمه، عشان ده عبء دلوقتي على الناس، ده عبء على الناس كتير، خلي بالكم. لكن لما المواطن بيلاقيني النهارده جنب منه في الشارع بيقول لك ما هو شايفني، هو حاسس بيا. انا بقول الكلام ده لكل الناس. انا مره ثانيه بقول كل سنه وانتم طيبين جميعا، وسعيد ان انا بكلمكم، وبقول ثاني نبذل المزيد من الجهد مع مواطنين. حد عايز يقول لي اي حاجه؟ متشكرين وكل سنه وانتم طيبين جميعا. شكرا جزيلا.